السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. موضوع حلقتنا النهاردة التلبيسة السوري او الحجاب السوري. انا عملتها بطريقة جديدة بحيث اني اقدر البسها باكتر من طريقة، وكمان الانر كاب يكون فيه فوليوم، وعايزة اعرف رأيكم لاني اول مرة البسها. يلا بينا نبدأ حلقتنا، بس قبل ما نبدأ بفكركم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. لو عجبكم الفيديو بتاعي اوعى تنسوا اللايك والشير. اول حاجة هنبدأ بيها الانر كاب او البني. علشان اعمل الانر كاب محتاجة قطعة من القماش القطيفة الليكرا. يعني ايه ليكرا؟ يعني بيمط زي ما احنا شايفين كده. القطعة دي عرضها او المسافة دي بيساوي دوران الرأس زائد 1 سنتي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وخلي بالي العرض لازم يكون فيه ليكرا كده اهو، يعني بيمط. طيب وطول القطعة دي أو المسافة دي بيساوي إيه؟ طول القطعة دي أو المسافة دي بيساوي المسافة ما بين بداية الجبهة زي ما احنا شايفين قدامنا حتى نهاية الشعر أو نهاية الرأس زائد 10 سنتي. بعد كده هجيب باقي نص متر القماش وهتنيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده أهو، بحيث يكون ده عرض القماش اللي فيه الليكرة، وبحيث يكون اتجاه القطيفة كده لتحت. طيب انا هتني القماش على اساس ايه؟ هتنيه على اساس المسافة دي لحد هنا تكون عبارة عن نصف دوران الرأس زائد 8 سنتي. بعد كده هجيب المسطرة بتاعتي واقيس من هنا نصف دوران الرأس زائد 3 سنتي واعمل علامة. يبقى المسافة دي لحد هنا بتساوي نصف دوران الرأس زائد 8 سنتي، والمسافة دي هتبقى عبارة عن نصف دوران الرأس زائد 3 سنتي. وزي ما قلنا اتجاه القطيفة هيكون لتحت كده لتحت، لأن ده الجزء اللي هيكون جهة الرأس من فوق وده الجزء اللي تحت. بعد كده هوصل من هنا لحد العلامة اللي عملتها دي كده. بعد كده هقص على العلامة اللي عملتها دي وهشيل الجزء الزيادة ده علشان اظبط القماش بتاعي. بعد ما قصينا الجزئين زي ما شفنا مع بعض هنبدأ في خياطة الحجاب بتاعنا او التلبيسة.